السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نعمل نسخة أخرى من الفيديو اللي معانا، بحيث ممكن تكون أنت هتغير التأثيرات أو ممكن هتغير حاجة فيه. فبكل بساطة بعلم على الفيديو اللي أنا عايزه، وبعد كده باجي هنا وبقول له إيديت، بلاقي كوبي كليب أقدر أنسخ الفيديو دوت، تمام. وبعد كده أعمل له لاسك في مكان تاني، أجي مثلا على فيديو زي دوت وأقول له ريكورد، وأديله أي إعدادات مش فارقة. وبعد كده هاجي على الفيديو ده واقول له edit واقول له paste clip، فياخد نفس الفيديو بنفس المؤثرات بنفس كل حاجة وينسخ هنا، وتبدأ انت بقى تعدل في المؤثرات، تخلي صبح ليل وتوقف الشمس، يعني تعمل كل اللي انت عايز تعمله. طيب ممكن لا تقول له edit وتقول له انا عايز اخد كوبي للإفكت ديت، يبقى انا مخدتش حاجة من الفيديو، انا خدت بس المؤثرات. وممكن تيجي على فيديو زي دوت وتقول له edit وتقول له بيست افكت، فيروح واخد كل المؤثرات وحاططها عندك في الفيديو دوت. وممكن تقول له لا ده انا عايز هنا اعمل كلير للافكت، فيمسح كل المؤثرات اللي انت حطيتها. طيب فرض ان انا عندي في الفيديو دوت في مؤثرات معينه هنا، مثلا وليكن مثلا الرياح ليها اعدادات معينه، فممكن تيجي هنا وتقول له كوبي للاعدادات ديت، وبعد كده تيجي لأي فيديو هنا وتقول له أنا عايز أحط الويندو أهو، وبعد كده تيجي هنا وتقول له بيست سيتنج، فيروح واخد الإعداد بنفس القيم وحاططها هنا زي الفيديو الأولاني.